من أشد مآسي بالحياة ما عندي بنية. يعني البنت كنت أتمنى أنه يكون عندي بنت في يوم من الأيام. شنو كنت تحب تسميها لو كانت عندك بنية؟ يعني هو الاسم ولو قديم بس كان عاجبني أسميها باسم أمي، يعني كلثوم. كلثوم أي. أنت أبو حيدر، خير والبركة بحيدر. الله يحفظك. وحيدر عنده آدم. الله يحميه إن شاء الله. وإن شاء الله يا ربي يا رب تصير عندك بنية، تصير هي تثبت حيدر. حيدر ابنك الوحيد. حيدر الوحيد، طبيب أسنان ناجح جدا، شاعر يكتب شعر، وممثل جيد جدا من الطراز الأول. أنا مرات مو كلش أحب الأسئلة اللي بيها تدخل بالخصوصية، لا بس لا الناس عاد تحب. ليش بس حيدر؟ يعني حيدر لأنه يعني صار عندنا مشكلة أنه بعد صار ولادات متكررة وصلت إلى 7 يصلون، يعني 7 أطفال جوي بعد حيدر يموتون، الابن واحد يعني، والله واحد كافي عبادة يعني. الحمد لله. الحمد لله. شنو اسماء أولادك 7؟ يعني أجلي أجلي. ما أتحمل يعني. ما تتحمل؟ أتكلم عن هذا الموضوع. معقولة؟ تبدو أقوى من أن تأذيك هذه الأمور. القلب تجويف لا يتسع إلا للأبناء. سكتتني. الله يحفظ لك حيدر.